السلام عليكم شباب وبنات التخدير، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. مثل ما تعرفون اني انطيتكم، طبعا هاي المحاضرة هي مثل ما تشوفون اللي هي الاستاذ امجد قاسم محمد، مادة التقنيات الاجهزة قسم التخدير المرحلة الثانية. قلت لكم مثل ما تعرفون انا انطيتكم اربع محاضرات حسب ما تتذكرون، اللي هي الاولى كانت انستاتيك ماشين، زين، والثانيه اذا تذكرون بريثينج سيستم، والثالثه كانت على على الماسكات اللي هي اللارنجيال ماسك، وبعدين الاخيره اللي هي الرابعه الاندوتراكيال تيوب. وصلنا اليوم للمحاضرة الخامسة اللي هي عنوانها شنو؟ اللارنجوسكوب اند تراكيال انتيوبيشن اكويبمنت. يعني شنو هذا جهاز اسمه اللارنجوسكوب؟ باختصار سريع، لما مثل ما تعرفون هي المحاضرة الالكترونية انتم تشوفوها او تسمعوها بدون ما تشوفوني. فهذا اللارنجوسكوب كلكم شايفينه سوا عندنا بالمختبر كلية المنارة الطبية، زين. This device are used to perform direct laryngoscope and to aid endotracheal tube. يعني هذا الجهاز يستعمل على مود علما ادخال endotracheal tube. اوكي، احنا اخذنا مثل ما قلنا anesthetic machine من تتكون step by step، خطوة بخطوة. الانستاتيك ماشين شرحناها بصورة مفصلة، وراها تتوصل ببريثنج سيستم محاضرتنا الثانية، وراها endotracheal tube اللي هي المحاضرة الثالثة، وراها الماسكات انه انا اوصل التخدير اما عن طريق تيوب او عن طريق ماسك. شلون اخلي التيوب؟ عن طريق هذا الديفايس او هذا الجهاز اللي هو لارنجوسكوب. مثل ما قلنا هو ستريت بليد از يوز فور انتيوبيشن يونت اند انفنت، هاي للي بليد ان ادفانسد افر ذا بوستيريور بوردر اوف ذا ريليتيفلي لارج فلوبي في شيبت بجلوتس ويتش از then lift it directly in order to view the larynx. يعني هذا الهدف منها انه احنا نرفع الابيجلوتس اللي هو لسان المزمار على مود اشوف الفوكال كورد، على مود اشوف اللارنجس اللي هي من بعد الفوكال كورد. اللارنجس هي قلنا القصبة الهوائية اللي هي التراكيا اللي بعد اللارنجس. اوكي، الاورال اند اوروفارنجيال كافيتي على مود اشوف الاوروفارنجيال كافيتي، التجويف الفموي البلعومي. انسيرتد ثرو رايت انجل اوف ذا ماوث اند ادفانسد جراجولي بوشينج ذا تونج تو ذا ليفت اند اواي فروم ذا فيو انتل ذا تيب اوف بليد ريتش ذا فوليكولا. هاي النقطه كلش مهمه، اجي من اليمنى او من اليسرى، سوري، ندفع اللسان من على الجهه اليسرى، pushing the tongue to the left and away from the view until the tip of the blade reaches. هاي النقطة كلش مهمة ومن أقول لكم مهمة تعرفون احتمال أجيبها بالامتحان. Okay, the laryngoscope is lifted upward elevating the larynx and allowing the vocal cord to be seen. أهم شيء قلنا التارجت مالتنا شنو؟ ال vocal cord اللي هو post of the vocal cord. What can I see the trachea. يعني انا الهدف مالتي التارجت مالتي هو الفوكال كورد، بس ارفع الابيجلوتس تطلع لي الفوكال كورد بالوجه، وهي مثل ما قلنا برده بيضة، كلكم اصور شوفتكم اياها بالمختبر مال الكليه. The Macintosh blade is made in 4 size. عندنا هاي البليد مال Macintosh العالم مالته اللي اكتشفه مصنوع من اربع احجام، اشوفكم اياها بالعملي. In the standard design the light source is pulsed. هاي النقطة كلش مهمة، كل البليدات هي تحمل شنو؟ light source يعني ضوء. ليش؟ لانه الكافيتي الاوروفارنجيال كافيتي شنو؟ يصير اظلم. هاي مجموعة من الاحجام اللي هو a wide range of laryngoscope blades. هاي بليدات اللي هي كلش مهمة مال يونيت مال ادلت مال فيميل وميل. اوكي، هاي البكتشر كلش حلوة، شوفوا بالنسبة للبليت اللي نستعملها اليونيت هي سترايت اللي هي كلش مستقيمة مو كيرفيد. ليش؟ لانه البلوكتس مالتهم الابيكلوتس لسان المزمار مالتهم اصلا هو كلش صغير، فيحتاج على مود ارفعه، ما تحتاج الكيرف على مود الرفعة، بينما بالادلت لا،
لازم كيرفت، هاي نقطة أيضا كلش مهمة. كل جهاز قلنا بي بروبلم وبي ادفانس، يعني بي مشاكل وبي فوائد. البروبلمز مال هاي ال خلينا نقول اللارنجوسكوب ريسك اوف تروما كلش كومن، كلش واسع هذا الشيء. وطبعا انت لو تصير بروف باليوتيوب، يعني انا بصراحه مرات بعض المرضى اجرحهم او اكسر اسنانهم بصوره غير لا اراديه، اللي مثل خلينا نقرا النقطه the risk of trauma and bruising to the different structures like epiglottis and higher with striated blade. It's of vital importance to check the infection of the laryngoscope before anesthesia has commenced. أكيد لازم نشيك اللارنجوسكوب، وخاصة اللايت تموت فوته هو لايتك ما يشتغل أو بطارياتك ضعيفة. A reduction in power to total failure due to corrosion to the electrical contact point is possible. مثل ما قلت لكم البطاريات ضعيفة. اللارنجوسكوب blades or handles must be decontaminate between patient to prevent cross infection. لازم اعقم بين مريض المريض، لان هو مو one use، مو استعمال واحد، هو recurrent use، استعمال متكرر. فمن مريض المريض لازم اعقمه. هاي البليته شوفوها مال adult standard disposable laryngoscope blade. هاي اكو disposable واكو disposable. Okay, with the light bubble mounted on the blade, fiber optic disposable laryngoscope blade. اوكي هاي الفوق وهاي الجوا. فايبر اوبتيك انتيوبيشن، هذا الفايبر اوبتيك انتيوبيشن هو ايضا ديفايس لكن على شاشه. خلي نقرا this device have regulations airway management in anesthesia، يعني يعني يحمل طفره نوعيه او ثوره نوعيه في علاج التخدير عن انتنسيف كاريونيك في العمليات والعنايه المركزه. They are used to form to firmer oral or nasal tracheal intubation to evaluate the airway in trauma and tumors, infection, inhalation injury to the confirmed tube placement, tracheal endobronchial double lumen or tracheostomy tubes. ايضا هذا يفيدنا بالتراكيوستومي تيوب. Fiber optic laryngoscope uses light transmitted through glass fibers. هاي شلون يشتغل؟ هو يستعمل لنا فد اضويه خلال الياف زجاجيه. Fibers are coated with a thin external layer of glass. هذا طريقه العمل مالته. Light enters the fiber at a specific angle of incidence. اكيد هذا الضوء راح يدخل داخل الياف with زاويه معينه. It travels down the fiber obliquely striking and being reflected from the external layer of glass a similar angle of incident or incidence until it emerges from the opposite end. Okay, the insertion cords vary in length and diameter. اكيد هذا الحبل اللي هو نقدر نشوفه، خلي اشوفكم صوره قبل نشرحه. هذا اللي اقول كورد، هذا معناه الكورد. زين هسه راح ازوم لكم هنا بالزوم. زين هسه هذا الزوم هنا ما متوفر عندي بال ام دي اف او البي دي اف. زين the insertion cord vary in length and diameter. The latter determines the size of the tracheal tube that can be used. Smaller scopes are available for intubation children. Okay. هاي الصورة مالت الفيو اللي هو التارجت مالتنا، كلش مهم هاي الصورة. Very very important picture. Why? Because this have the our target، الهدف مالتنا اللي هو الفوكال كورد and both of the trachea. بعد الفوكال كورد هي شنو؟ التراكيا اللي هي الهدف مالتي اخلي بيه التيوب عن طريق اللارنجوسكوب. Problem in practice مال fiber optics اللي هاي اخر شيء. Intubating fiber optic laryngoscope is delicate instrument that can easily be damaged by careless handling. اكيد انه باعتبار هو بلاستيك فايبر، لان بسرعه يتضرر او بسرعه يخرب. خلينا نقول damage to the fiber bundles result in loss of the image and light in individually fibers which cannot be repaired. واللي ما نقدر نصلحه يعني يخرب بسرعه ويعطل بسرعه وهو كلش غالي. Laryngoscope should be cleaned and dried thoroughly
as soon as possible after use. أكيد بعد كل استخدام لازم أنا أنظفه وبسرعة أو أجففه. المجيل آخر شيء مجيل فورسس، طبعا هذا الفورسس كلش مهم، ويعني خلينا نقول بالعامية عاز تعازة. These forceps are designed for ease of use within the mouth and oropharynx. مجيل فورسس come in small or large، طبعا أكيد يجي صغير وكبير مثل ما موضح بالصورة. during tracheal intubation they can be used to direct tracheal tube. هذا بال difficult intubation تقدر أنت بإيدك تلزم التيوب وتدخله براحتك للفوكال كورد وبعدين للتراكيا. The care should be taken to protect the tracheal tube cuff from being damaged by the forceps. مرات انت بالفورسس مالتك انت راح تسوي دامج او تخرب ضرر للكف مال التيوب مالتك، كلش خطره هاي وصايره عند ابهر الاطباء. Other uses include the insertion and removal of throat box and removal of foreign bodies. الاستعمالات الاخرى اي اجيب منها احتمال انه هي ازاله شو اسمه removal throat box اللي هي الباكات اللي نخليها بالحنجره بعض العمليات مثل عمليات الاي ان تي، وازاله الاجسام الغريبه ان اوروفارنجياس اند لارينجس. هذه نهايه المحاضره باختصار شديد. شكرا لكم.